لازم يعني نتكلم بكل امانه ان النادي الاهلي بنتكلم على اخطاء تحكيميه. ان شاء الله النادي الاهلي دايما هو المرشح الاول لبطوله الدوري. ما نتكلمش كده على اساس ان احنا ده مباراه واحنا زعلانين طبعا. لكن احنا بنتكلم على اخطاء تحكيميه. اولا النادي الاهلي بيتكلم من منطق مصلحه الكوره المصريه كلها. ما بنطلبش ان احنا الحكم يدينا يعني يدينا اكتر من حقنا. احنا بنطلب العداله على الجميع. كمان دايما يعني بنتكلم وبننتقد الحكام، ولكن دايما بنقول ان دائره الحكام يا جماعه مهمه جدا. لجنه الحكام لازم تواكب شويه الشكل الاحترافي. جاليجر ده يعني حكم انجليزي كبير جدا. لما اتعرض عليه الفيديو قال الراجل كان هدف. مذهول، قال لك طبيعي جدا ان يكون يعني هدف، ما فيش اي حاجه تمنع ان احتساب هذا الهدف، وده حكم انجليزي كبير عنده خبرات كبيره جدا. فعشان كمان يعني احنا بنتكلم من منطق، او النادي الاهلي بيبعت رساله من منطق ان دوت خطاب النادي الاهلي اساسه انه مصلحه الكره المصريه، ان احنا عايزين بشكل مستمر يكون عندنا منظومه تحكيميه بشكل جيد جدا. احنا بنتكلم على الحكام علشان نواكب كمان يعني نواكب العصر بما بيقول، المسابقه تستمر بشكل افضل. والنادي الاهلي دايما بيوضح في خطاباته ان في خطاباته دوت الاهلي يعني دايما مش عادته ان هو يعترض بشكل